انا ابراهيم السيبار من مدينه العرائش، كنت من نادي العوام شباب العوامره. سابقا كنت عدى صغير كنت مع نادي شباب العوامره، دابا ما عندي حتى شي نادي، الحمد لله كنت نادي حر. وكنشكر المنظمين على اللي صاروا على التنظيم هذا، كنشكر رجال الامن الوطني والوقايه المدنيه والشرطه، كنشكرهم بزاف والطاقم ديالكم التقني ان شاء الله دائما تابعنا في كل مكان. نعم سيبار حسين الشيخ مرتبة أولى في السباق. المسافة 4 ديال الكيلومتر 1000 متر بعض المرات، يعني 4000 متر، يعني 4 كيلومتر. كنوجد 10 21 كيلومتر نفس الماراثون و10 كيلومتر، ما عنديش المسافة ديال 4 كيلومتر. نعم شي يمكن تقولنا على الحلبة بالدرجة الأولى والظروف اللي جرى فيها السباق. الحلبة شكرا لك رائعة، ولكن أجواء حرارة، ولكن يعني المدار ممتاز. وشنو هي من ناحيه اول مبسط احسن ارضيه الحلبة، ومعدله مزيان يعني مستويه مزيان، احسن حلبة احسن حلبة جريت فيها مستقبليه. نعم وصلبه يعني ماشي رمليه، صلبه يعني بغيت نقول ملي كتحط الركبه ديالك ما كتحولش. احسن قلنا انت اللي قلنا زعما الميزان هذا احسن عدو ريفي جريت فيه هو ديال الدار. بديت نجر. نعم والظروف اللي جرى يعني تابع الاستعداد ديال انا جا اخر الموسم يعني كنت وقفت انا نهايه الموسم. نعم كنا وقفنا ما كانش مجال السباق هذا جاء على غفله ما كناش موجدين له.